أو علمه إياه بأي وسيلة من وسائل الوحي. وقد أوصل أهل العلم أقسام الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 12 نوعا، وأصولها هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فالله سبحانه وتعالى ذكر 3 أقسام من أقسام هذا الوحي في سورة الشورى، فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. القسم الأول وحيا، والمقصود به هنا رؤيا المنام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منامات الأنبياء وحي، فلذلك قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا تكليم الله مباشرة لعبده، وهذا أرفع مقامات الوحي، فقد كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كفاحا دون ترجمان، وكلم موسى بن عمران كفاحا دون ترجمان، وهذا هو المقام الرفيع، أرفع مقامات الوحي. ثم بعد ذلك يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا الرسول هو الملك، وهو أمين الله على الوحي، وهو جبريل عليه السلام. والله بيّن أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال في سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته.